الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم ما أخرجه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن إبراهيم النخعي رحمه الله ورضي عنه أنه قال: كانوا يكرهون التلون في الدين، كانوا يكرهون التلون في الدين. وعنه قال أي إبراهيم النخعي رحمه الله قال: وكانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله سبحانه وتعالى. والتلون في الدين هو تغيير المواقف على حسب المصالح، وليس معنى التلون أن العالم قد يتغير اجتهاده بعد ظهور دليل له أو برهان، وإنما التلون هو تغيير المواقف على حسب الأهواء، تغيير المواقف على حسب المصالح. فهذا الذي ذمه السلف وبالغوا في ذمه وحذروا من أهله، لذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، بأن ترى ما كان بالأمس حلالاً تراه اليوم حراماً، وما تراه بالأمس حراماً تراه اليوم حلالاً. فهذا هو التلون في الدين. وما أكثر هؤلاء الذين يتلونون، تتغير آراؤهم بحسب الأهواء وحسب المصالح، فهم مع الحال الذي يكونون عليه. إن كان الناس يقولون حلالاً قالوا حلال، وإذا قالوا حراماً قالوا حرام، وهذا لا شك أنه هو الضلال المبين، وهو الانحراف عن الطريق المستقيم. لأن الأصل أن الإنسان يتمسك بدينه ويتمسك بما عرف من دين الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كانت هذه الأمور متعلقة بالعقائد، فالعقائد لابد أن يثبت عليها المرء، ليس فيها اجتهاد إنما فيها اتباع. أما الأحكام الشرعية فإن العالم قد يظهر له من الأدلة ما يجعله يعني يرجع عن القول الأول ويأخذ بالقول الثاني، وهذا لا ضير فيه إذا كان الأمر من أجل الدليل. وهذا حدث عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قد تتغير فتوى الصحابي بحسب ظهور دليل الله. أما مجرد تغيير الآراء، تغيير الأفكار على حسب الأهواء وحسب المصالح، فهذا هو التلون المذموم. يقول مالك رحمه الله ورضي عنه يقول: إن الداء العضال هو التنقل في الدين. وقال أيضا رحمه الله تعالى قال رجل: إن كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك، إن كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك، لأن التلون تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يحرص على معرفة الحق وعلى لزوم الحق، وأن يعرف أهل الحق لأن بهم الوصول إلى الحق، وأن يسأل الله عز وجل الثبات على دينه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يقبضنا على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.